اهلا وسهلا فيكم في فيديو اليوم. فيديو اليوم ما حيكون فلوج، حيكون سبيشل وشوي مأخر فيه. فيديو اليوم هو عبارة بس لماما. هو هذا الفيديو بالنسبة عيد الام، تأخرت فيه، بعرف صرت تأخرت فيه 3 ايام 4 ايام، بس تعبت عليه وان شاء الله يكون كتير حلو وان شاء الله تنبسط فيه. فخلينا نبلش بالفيديو، يلا ان شاء الله تنبسطوا معنا. بحب اعرفكم على الكوين ماما. ايه جدو، شو بتعني لك الماما؟ اول شيء بالنسبة للماما بتعني لي انه بنتي بالدرجة الاولى، هاي هذا قبل ما نبدأ حديث، ولكن تصرفاتها وحركاتها كانت السند الأول لي أنا، كانت يعني بذات الوقت الله معطيها فطرة ذكاء. فهذه رانيا، أولا مشتق رانا الواحد إجا يعني استرخى، وهي بس تقعد جنبها بتسترخي الإنسان، لأنه من حديثها الطيبة و حبها للغير أكثر ما حبها لنفسها. شو بتحب تقلها؟ بقول لها أنه الله يرضى عليك يا عم، تتحملي مسؤوليتي ومسؤولية أمك وكلهم هذا، فأنت احكي لي أمك، ما تحكي لي أمنا، نحن كل عام وأنت بخير، ودائما إن شاء الله الله يسعدك بحياتك. عنوف، شو رأيك بماما؟ شو عندك قصص تحكي عن ماما؟ رانيا أختي وحبيبتي بنتي. شو بتحب تقولي لها كمان؟ أنا ماما كنت جميل حبيبتي حنونة حبي. إيه بابا، شو بتعني لك الماما؟ الماما إذا بدي جايبك كلمتين بقول لك الحبيبة الغالية، وهي رانيا حبيبة قلبي ورفيقة عمري. شو بتحب تقلها بالمناسبة؟ بمناسبة عيد الأم بقول لها رانيا وقفت معي بأصعب أيامي، وقفت معي بتربية الأولاد، حافظة البيت، وشو ما بحكي عن رانيا قليل، والله يخليها وينعاد عليكم عيد الأم، كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله عيد أم مبارك، وبعيدها وبعيد جميع الأمهات. وبعيد الماما وبعيد عمته حنين فيكم. أميرة، شو بتعني لك الماما؟ ماما she's the blood that runs in my veins. ماما كل شيء، ماما الدنيا لإلي، ماما البحر، ماما السما، ماما إذا مبسوطة أنا مبسوطة، ماما إذا زعلانة أنا زعلانة، ماما عيونها الأميرة، ماما كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. ماما لما صار عمري 40 كان بدي أول تاتو يكون لإلها. I carry her heart, I carry it in my heart. ماما كل شيء كل شيء. شو بتحب تقولي لها بهالمناسبة؟ بحب إلها يا رب الدنيا والسما والأرض كلهم يضحكوا لك، ويا رب الدنيا كلها تنفتح لك بوجهك يا ماما. الله يا رب يعطيكي كل شيء بتستاهليه، لأنه الدنيا كلها ما بتكفي، ما في شيء بكفي لماما. إيه راي، شو بتعني لك الماما؟ ماما يمكن أنا شخص ما بحكي كتير وما بقدر أعبر كتير، بس لما نقول ماما هي رفيقتي و she's my best friend. يمكن I'm not the person اللي بيحكي وبيخبر كل شي بقلبه، بس عقد ما بحبها عقد أمرار ما بقدر وصل لها قد بحبها. هي كل شي بحياتي، هي نعمة الله بعت لي على حياتي، وأنا بحبها كتير. شو بتحب تقولي لآخر شي؟ أحلى شي بسمعه من العالم هو لما يجي يقولوا لي شو بتشبه امي، فانا بحب اقول لك انه انا بحبك كثير، احلى هديه اعطيتيني اياها هلا انه انا بشبهك. واللي بدي اقول لك اخر شيء، بتمنى يحكوا علي بكره العالم مثل ما بيحكوا عليك انت، ويقولوا هاي بنتها لرانيا، مع انه بتسالي علي وبتقولي لي انت بنته لبلال، بس بتمنى شو مره عن جد العالم تشتقل لي انت بنت رانيا كمان. بحبك كثير. وختمها مسك مثل ما بقول عادة، بحب العيد يا ماما عايديك، وقلك انه انت كل شي عندي بحياتي وكل شي مقدمتي لي، يعني بتشكرك عليه وعلى التعب اللي تعبتي له ربيتينا انا واخوتي. بعرف اللي مقدم لك ماشي قدم اللي انت قدمتي لنا اياه والتعب،
ان شاء الله يكون عجبك الفيديو وانبسطتي فيه، وبحب اقلك وان شاء الله كل سنه بتضلك بالف خير وبتضلك فوق راسنا وبتضلك اور كوين. يلا بشوفك على خير. Somebody told you how much I love you, how much I love you, how much I love you. عم بتصور حمودي؟ عم بتصوره؟ How much I love you, how much I love you. Somebody told you how much I love you, how much I love you, how much I love you. انت يا بخير. الله، لشو حمودي معذب حاله؟ لما كنت من امبارح يا زي حمودي. لا خسر لك الكاميرا راسك، روح العنك. ختامها مسك، بحب خبرك يا ماما انه ما بعرف احكي. ايه بابا، شو بتعني لك الماما؟ اذا بدي جيبك بكلمتين بقول لك طف التليفون. ايه بابا، شو بتعني لك الماما؟ شوف بالله شكلي ما شاء الله. يا سلام، تعكي مشان الله. ايه ريس، شو بتعني لك الماما؟ ميرا التاتو على الميل، انت عم تعمل على الميل على فكرة. كده؟ لا، جميع امهات العالم. بابا ياكو، ما بيطلع الصوت. عم تسألني عن أكثر شخص بحياته. لا يلا، أكشن أجان. خليني افكر شوي. هي حبي بحياتي. يا ابو ياسر ما تحكي. اول ماما I carry her heart, I carry it in my heart. Out of focus. انت هاي. هلا. يلا عد. ما في شيء من قيمتك. ميرسي.